السلام عليكم. في الفيديو ده هحل السؤال ده بطريقة دايركت سبستيتيوشن. طيب دايركت سبستيتيوشن بتقول لي، يعني دي كانت حاجة منطقية، كنت بقول إن أنا بجيب الأيجن فاليوز بتاعة الماتريكس اس اي ناقص اي بلس بي كي وبساويها ب اس ناقص اس 1 اس ناقص اس 2 اس ناقص اس 3، بساويها بالديزايرد بولز. طيب الأول نجيب الديزايرد بولز بتاعتنا، هلاقي إن الديزايرد بولز دي بجيب هنا دي ناقص 2 بلس اور ماينس جي 4، هلاقي هنا اس ناقص هنا ناقص 2 بلس جي 4 اس ناقص ناقص 2 ماينس جي 4 واس زائد 10 اللي هي اس ناقص ناقص 10 ومدين الاس ناقص 10. طيب فدي كده هي معادله ديزايرد بولز. عشان اضرب ده بشكل ابسط هخلي الجزء الريال مع نفسه والجزء الايماجنري مع نفسه، هيجي هنا اس زائد 2 ناقص جي 4 وهنا اس زائد 2 زائد جي 4 وهنا اس زائد 10. طيب لما اجي اكمل الكلام ده هيديني هنا، طبعا ده هنا الاثنين دول كونجكتس لبعض، فده كده عباره عن اي زائد جي بي في اي ناقص جي بي، وده لما اجي نحسبه هيدينا في الاخر اي تربيع زائد بي تربيع. شكل معايا لما اضرب رقم في الكونجكت بتاعه بيديني رقم ريال عباره عن مجموع الجزء الريال زائد مجموع الجزء الايماجنري يعني، فده هيديني في الاخر اس زائد 2 تربيع زائد 4 تربيع اللي هو زائد 16. الكلام ده كله مضروب في اس زائد 10. افك دي اكتر كمان شويه هيديني هنا اس تربيع زائد 4 اس زائد 4 زائد 16 يديني زائد 20 اس زائد 10. ده بيساوي في الاخر اس تكعيب زائد 10 اس تربيع زائد 4 دي زائد 14 اس تربيع كام اس 40 اس و20 اس زائد 60 اس زائد 200. فدي كده الديزايرد بولز، ودي احنا كده محتاجينها في كل الفروق، يعني محتاجينها في الاكيرمنز ومحتاجينها في التي ام اس، وفي الاخر الديزايرد بولز كده كده محتاجها يعني، فالمعادله دي مهمه هنفضل محتفظين بيها يعني. طيب عايز بقى اجيب الديترمنت بتاع اس اي ناقص اي بلس بي كي واحسب واسويه بالراجل ده. طيب ايه عامله كده؟ اجيب الديترمنت بتاع، اولا نجيب كده الاس اي، اس اي ناقص اي عباره عن هنا اس هنا اس هنا اس بلس 6 هنا ناقص 1 0 هنا ناقص 1 0 هنا 1 وهنا 5. طيب اس اي ناقص اي بلس بي كي البي اصلا عباره عن ايه؟ البي عباره عن 0 1 1. طيب البي كي تعال نشوف اول بي كي لوحدها عباره عن 0 1 1 والكي عباره عن كي 1 كي 2 كي 3، دي الفاريبلز انا مش عارفها. طبعا هنا كولوم في رو هيديني ماتريكس كده كده 3 في 1 1 في 3 هيديني 3 في 3. طيب 0 في كي 1 هنا 0 0 في كي 2 0 وهنا 0. طيب هنا كي 1 كي 2 كي 3 ايوه وهنا برضو كي 1 كي 2 كي 3 ماشي. محتاج اجمع بقى دي على الـ على اس اي ناقص اي هيديني في الاخر شويه اي ناقص اي بلس بي كي هيديني الديترمنت بتاعه هنا اس زائد 0 هيديني هنا اس هنا ناقص 1 هنا 0. طيب هنا هيديني كي 1 هنا هيديني اس زائد كي 2 هنا هيديني كي 3 ناقص 1 هنا هيديني كي 1 زائد 1 كي 2 زائد 5 هنا هيديني كي 3 زائد اس او اس زائد كي 3 زائد 6. طيب الديترمنت بتاع الراجل ده هيكون عبارة عن اس في حاصل ضرب دول هديني اس هنا اس زائد كي 2 اس زائد كي 3 زائد 6 ناقص كي 3 ناقص 1 في كي 2 زائد 5 كده أول ترم في الديترمنت زائد 1 اللي هو ده في خصوص كمان دي هنا كي 1
اس زائد كي 3 بلس 6 ماشي ناقص كي 3 ناقص 1 كي 1 زائد 1. طيب نفك الراجل ده اكتر شويه، هقدر اضرب بقى الحاجات في بعض. ده هيديني تاخد ايه، هحطها فوق ماشي اس في هنا اس تربيع زائد كي 2 كي 3 بلس 6 زائد كي 2 اس، يعني زائد حاجة في اس، الحاجة دي عبارة عن زائد كي 2 اس زائد كي 3 زائد 6 اس، يبقى كي 2 زائد كي 3 زائد 6 ماشي ناقص هطرح هنا كي 3 كي 2 ناقص 5 ناقص كي 2 زائد 5 كي 3، يبقى زائد 5 كي 3 ناقص كي 2 ماشي. فده كده أول ترم اللي فوق، أنا هجمع عليه كمان زائد واحد في الراجل ده، ده هيديني هنا كي 1 اس زائد كي 1 كي 3 زائد 6 كي 1، هنا هيديني ناقص، وافتح هنا الراجل ده هيديني كي 1 كي 3 زائد كي 3 ناقص كي 1 ناقص 1. طيب هو بقى نختصر ده كمان شويه لو نقدر، هلاقي مثلا ان انا عارف ان ده كي 1 كي 3 ده ليه هيطير مع كي 1 كي 3 ده مثلا، تعالى نشوف الفوضى يمكن يختصر اكتر من كده ولا لا. ماشي انا ممكن اضرب اس في كل حاجه هنا، في الاخر ده كونستنت صح، في الاخر ده كله على بعضه كونستنت، فده هضرب في الاس، يعني ممكن في الاخر اقول ان ده عباره عن ادي اس تكعيب ماشي زائد حاجه هنا في اس تربيع. طب الاول ماشي الاول كي 2 كي 3 دي هتطير مع دي خلاص، يعني ممكن اشطبها مع ده كده ومع ده. طيب ده هديني 6 كي 2. طيب خلينا نكتبها زي ما كانت، معلش نخلي الاس دي بره، اس تربيع زائد كي 2 زائد كي 3 زائد 6 اس زائد 6 كي 2 ناقص 5 كي 3 زائد كي 2 زائد 5 زائد 1 في، هقول برضه نفك كده هلاقي ان ده هيطير مع ده، هيبقى انا عندي كي 1 اس زائد 6 كي 1 ناقص كي 3 زائد كي 1 زائد 1. طيب هو بس الاس مضروب مش ده كده مع نفسه خالص. طيب نبسط دي اكتر، هلاقي ان عندي هنا 6 كي 2 زائد كي 2 هيديني هنا 7 كي 2، مفيش ده خالص هنا 7 كي 2. طيب حاجه ثانيه لو اختصر هنا غالبا لا، هنا برضو 6 كي 1 زائد كي 1 هيديني 7 كي 1 ناقص كي 3 زائد 1. طيب احنا عايزين دي تساوي الكاركترستيك ايكويشن اللي فوق دي اللي احنا جبناها اللي هي دي، تمام؟ انا عايز ده بيساوي ده، محتاج اجيب قيم الكي اللي تخلي لي ده بيساوي ده. طيب اول حاجه معاملات اس تكعيب هنا بواحد ومعاملات اس تكعيب هنا بواحد، فدي كده مظبوط خلاص ما فيهاش مشكله. طب ناخد الاس تربيع، ايه هنا المضروب في اس تربيع؟ الجزء ده ما فيهوش اي حاجه مضروب اس تربيع، الجزء ده فيه الاس في الاس، فواضح ان انا ممكن يعني ممكن افك ده شويه كان اضغط اس جوه، بس لكن مش محتاج اعمل كده، لكن انا عارف ان ده هو اس تربيع. فيبقى كي 2 زائد كي 3 زائد 6 بيساوي ال 14 دي، وبالتالي اول معادله عندي ان كي 2 زائد كي 3 يساوي 14 ناقص 6 يساوي 8، دي كده اول معادله فيها كي 2 وكي 3. طيب اساوي معاملات الاس، ايه اللي مضروب في الاس هنا؟ الراجل ده كله اللي هو 7 كي 2 ناقص 5 كي 3 زائد 5، ده كده مضروب في اس، ايه تاني مضروب في اس؟ الكي 1 اس ده، يبقى زائد كي 1 هيديني الكوفيشنت بتاع اس هنا اللي هو 60، انا هلاقي كده ان كي 1 زائد 7 كي 2 ناقص 5 كي 3 يساوي 55، ده كده تاني معادله محتاج احلها
تالت معادلة بنساوي الميتين دي بكل حاجات الفري اللي هي مفيش هنا حاجة فري خالص، الحاجات الفري هي كلها تحت هنا اللي هما دول اللي هو 7 كي واحد ناقص كي تلاتة زائد واحد يساوي 200، وبالتالي أنا بتكلم إن 7 كي واحد ناقص كي تلاتة يساوي 199. دي كده المعادلة رقم 3. طيب ممكن أحل التلات معادلات دول مع بعض بأي طريقة، الآلة الحاسبة تعرف تحل تلاتة عادي يعني، هقدر أحلهم بالآلة الحاسبة وأجيب قيم الكي، أو أقدر أعمل جاوسن إليمينيشن وأجيب قيم الكي براحتي. هلاقي في الآخر إن كي واحد يساوي 28 78، كي اتنين يساوي 5 51، وكي تلاتة يساوي 2 48 100. وبالتالي الفيكتور كي أو الرو كي عبارة عن دول جنب بعض كده 28 7 8 5 5 1 2 4 8. وكده نبقى خلصنا حل السؤال ده بأول طريقة اللي هي سريعة الدايركت سبستيوشن، ده خد مثلا 11 دقيقة من. طيب غالبا لو بتحل من غير ما تكمل من غير ما تتكلم ممكن ياخد 10 دقايق، فتقريبا هو شكله مش طويل قوي، بس هو كان سخيف فيه، كان تبسيط الحياة الرياضية دي. خد بالك كمان الماتريكس A بسيطة، الماتريكس A فيها أصفار كتير، كل ما الماتريكس A تكون معقدة أكتر كل ما المعادلات دي هتكون أكثر سخافة يعني، والأصفار فيها أقل. طبعا دي برضو كانت البي كانت بسيطة فكل أصفار، فممكن يحصل حاجات بقى أكثر تعقيدا من كده قوي يعني، ويطلع المعادلات أصعب يعني، بس في الحالة بتاعتنا دي المعادلات طلعت نوعا ما مش معقدة قوي يعني. في الفيديو الجاي هحل بطريقة تي و تي